بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في اطار هذا التكوين، جاء في اطار الحاجه الماسه لهذا الموضوع ديال التواصل، لانه هو الوسيله. يعني لقينا انه باش يمكن عندنا واحد التواصل افضل، يعني نكونوا تنحاولوا المعلومه توصل للجمعيات بحكم العصبه عندنا عندها واحد المساحه جغرافيه كبيره. ارتئينا انه نحاولوا نثيروا هذا الموضوع ديال التواصل على اساس انه باش يتم تلاحق الافكار وتلاحق الامور اللي حنا تنخدموا عليها مجموعين. والجمعيات اللي لاحظت انه كان واحد الحضور مكثف من طرف الجمعيات المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي واساليب مشتركه واللي تتنتمي لعصبه مراكش تنسيفت. والموضوع اثاره هذا الموضوع جاء زعما فرض راسه، لانه اصبح التواصل هو الوسيله يعني الراقيه لايصال المعلومه لهذاك. خصوصا حنا عندنا مجموعه الانشطه، عندنا واحد البرنامج السنوي اللي هو مكثف اللي تعرف بزاف الانشطه، يعني تعرف الانشطه كثيره باش يمكن الجمعيه او المدرب ديال الجمعيه او المشارك في الجمعيه يوصل له الفكره. حاولنا نديروا هذا الموضوع هذا على اساس انه باش نقربوا لغات التواصل بيناتنا. بالنسبه تنشوفوا انه كاينين وليدات صغار لا هذوك مساعدين المدربين ديال يعني هذا التكوين هذا او هذا اللقاء هذا عرف مشاركه المدربين والمساعدين ديالهم. وحنا فتحنا الباب لجميع المدربين وجميع المساعدين على اساس انه باش يكون القاعده تكون اكبر ويكون الاستفاده تكون اكبر. السياق ديال التدريب او السياق ديال اليوم التكويني اللي انطمطوا عصبه مراكش تنسيفت للكاراتي واساليب مشتركه جاء في سياق تدريب وتكوين كل المنخرطين وكل اعضاء العصبه على هذه المهاره التي ارتأى المسيرون لهذه العصبه ان تكون من بين اولوياتهم، باعتبار ان التواصل مهاره مهمه لضمان نجاح مجموعه من الاهداف ولضمان نجاح مجموعه من الانشطه. فالسياق كان في هذا الباب ربما لاعتبارات متعدده، من بينها كون التواصل مهارة مهمة في حياة الإنسان، وباعتبار أن مهارة التواصل مهارة مهمة في حياة الرياضي بين قوسين الذي يحترف ويمارس مهنة الكاراتيه.